وركبت معالج سناب دراجون 7 جنريشن 1. بعيد عن تم الأنويه نوع واحدة من النوع كورتكس A710 سرعة 2.4 جيجا هرتز، وتالت أنويه من النوع كورتكس A710 سرعة 2.36 جيجا هرتز، وأربع أنويه من النوع كورتكس A810 سرعة 1.8 جيجا هرتز بتردد كلي المعالجات 2400 ميجا هرتز. بعيد عن تقنية الأربعة نانومتر متنسوش تعملوا لايك للفيديو. بعيد عن معالج جرافيكس من النوع أدرينو 644 ببنية أدرينو 660 بيدعم وحدتين إخراج، بيدعم 384 وحدة تصليب، مجموع وحدات التصليب 768 وحدة، بيدعم 1013.8 جيجا فلوبس، بيدعم دايركت إكس 12.1، ذاكرة نوعها LPDDR5 بتردد 3200 ميجا هرتز، بيدعم أقصى نطاق للبث الترددي 25.6 جيجا بت على الثانية، بيدعم أقصى مساحة 16 جيجا بايت، بيدعم ذاكرة من النوع UFS 3.1، بيدعم أقصى دقة للعرض 3160 في 1600، بيدعم أقصى دقة للكاميرا 1200 ميجا بكسل، بيدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، بيدعم تشغيل ومراجعة للفيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، وبيدعم سناب دراجون X660، وبيدعم موديل سناب دراجون X660، وبيدعم شبكات 4G و5G، بيدعم سرعات تنزيل بتوصل لحد 4000 ميجا بايت على الثانية، سرعات رفع بتوصل لحد 1000 ميجا بايت على الثانية. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة على القناة. بيدعم الواي فاي وإصدار سيلز، بيدعم بلوتوث إصدار 5.3، بيدعم أنظمة ملحة GPS جولوناس فيدر غاليليو USSS ونافيت. متنسوش تتابعوني على صفحتي على فيسبوك انستجرام تويتر، وتشاهدوا الفيديو عشان غيركم يستفيد. والسلام عليكم.